بركه كلها الوجع اهو. حاج محمد، حاج محمد اكل وجع. حاج احمد، حاج احمد بلا سلام، بلا سلام، بلا سلام، بلا سلام. حاج الابطال جاي ازيك عم نقعد، ازيك عم نقعد. كلنا فخر، كلنا اعتزاز. احنا النهارده بنتقدم للامام، بنطور بلدنا، هنحتفل كلنا سويا بعده افتتاحات وعده انجازات. اصبح هذا اليوم، هذا العيد، هو عيد الافتتاحات وعيد الانجازات على ارض الواقع. احنا طبعا سعداء جدا ان احنا بنحيي هذه الذكرى، وعلى فكره احنا دعينا لهذه الذكرى بعد اسر الشهداء، وفي ندوه بعد هذا الاحتفال، ندوه عن حرب اكتوبر هيحضرنا فيها اللواء حمدي بخيت واللواء هشام الحلبي اكاديميه ناصر العسكريه العليا. نستدعي كل ذكريات البطوله والولاء والانتماء وحب الوطن والامل والعمل والاخلاص والتفاني والفداء. معاني كلها جميله في هذا اليوم بنسترجعها وعايزين نعيش بيها، مش عايزين نسترجعها كمعاني، عايزين نسترجعها كعمل، كاجراء على الارض، نبني وننجز ونتحدى ونقيم. احنا فينا امكانيات طيبه ثبتت من خلال حرب اكتوبر وروح ان شاء الله نستدعيها في كل وقت وفي كل مناسبه. اتذكر بكل فخر دورهم في استرداد سيناء في حرب الكرامه والتحرير. ايضا هم ما بيتخلوش عن دورهم الوطني في دعم الوطن في كافه المراحل الصعبه اللي بتحتاج دعمهم. ليهم دور بناء في المحافظه وفي جمهوريه مصر العربيه كلها، بيتمثل في البناء والتعمير والاعمار. ويمكن لمسنا هنا في محافظه جنوب سيناء، وبيتم النهارده افتتاح العديد من المشروعات اللي اشرف ونفذها القوات المسلحه. ده امتداد لمسؤوليتهم ووطنيتهم. جميعا بنحييهم وبنشكرهم، ودي مناسبه عزيزه علينا جدا.